بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه اللقاءات والوقفات مع آيات الصيام، والتي يصحبنا فيها فضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كنا بدأنا في وقفات مع قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية في السر في ورود هذه الآية بين آيات الصيام وبعض من الوقفات حولها، ونستكمل في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بعضا من الوقفات حول هذه الآية العظيمة. فضيلة الشيخ، هل تحدثتم عن أداب الدعاء وما الذي يحسن للداعي أن يفعله حال دعائه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدعاء عبادة عظيمة، بل هو أفضل أنواع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا أمر به في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والدعاء هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، لأن حوائج الخلق كلها عنده سبحانه وتعالى، فهو الذي يقضيها وييسرها. ولكن والله جل وعلا قد تكفل بالإجابة، كما قال في هذه الآية: ادعوني أستجب لكم، وكما في الآية التي معنا في هذه الحلقة، وهي قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الآية تنبيه على آداب الدعاء وأهمها، وهي الاستجابة لله سبحانه وتعالى بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك إخلاص العبادة له سبحانه، أن لا يكون عند الداعي شرك بالله بأن يدعو الله ويدعو غيره معه، فإن هذا لا يستجاب له دعاء، لأن الشرك يبطل الأعمال، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك في قوله تعالى: وليؤمنوا بي، فلا بد أن يكون مع الدعاء إيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه سيجيب دعوة من دعاه، فيدعو عن حضور قلب وعن يقين. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأيضا حضور القلب، قوله صلى الله عليه وسلم:
فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهٍ، فيدعو بحضور قلب وبإيمان ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى وبوعده. وكذلك من شروط قبول الدعاء أن يكون مطعم الإنسان، أن يكون مطعم الداعي حلالاً. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وكذلك من آداب الدعاء أن يتحرى به أوقات الإجابة، مثل أوقات السحر وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الله سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وكذلك الدعاء في السجود، فإنه مظنة الإجابة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء في حالة السجود أقرب إلى الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمر بالإكثار من الدعاء في السجود، وقال: قمن أن يستجاب لكم. فيتحرى المسلم بدعائه هذه الأوقات الفاضلة، وكذلك الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه ما سأل. وقد أخفى الله هذه الساعة في يوم الجمعة من أجل أن يجتهد المسلم بالدعاء في جميع اليوم، فيكون ذلك أكثر دعاء وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله ويحمده، ثم يدعو، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب الإجابة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الأحوال يكون فيها أو تكون أحرى للإجابة، كالمرض يا شيخ، والسفر كما هو، هل كذلك حالة الاضطرار؟ هذه مظنة الإجابة. حتى الكفار والمشركون يستجاب لهم في حالة الضرورة. الله أكبر. إذا دعوا الله جل وعلا استجاب لهم، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأخبر عن المشركين أنهم إذا مسهم الضر في البحر ظل من يدعون إلا إياه، وأنهم إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي حالة الضرورة استجابوا الدعاء، وكذلك في حالة الفقر والابتئاس، فإن هذا مظنة قبول الدعاء. كذلك في حالة السفر، كما في الحديث: المسافر يمد يديه، في المسافر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من أسباب الإجابة، وهو رفع اليدين في الدعاء، وأن يكون الإنسان في حالة مثل حالة المسافر من الرثاثة والمسكنة، فإن ذلك أقرب إلى الإجابة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ذكرتم أن من الآداب رفع اليدين في الدعاء، صفة هذا الرفع يا شيخ، لأنه يتفاوت الحقيقة ما نراهم من الداعين، من يرفع يديه إلى حذو منكبيه.
يرفع يديه إلى حذو منكبيه ويجعل بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض ويفرق بين يديه. نعم. لا يضم اليدين إذن؟ لا ما يضم اليدين، أفضل أنه يفرق بينهم. نعم. فضيلة الشيخ، رفع الصوت بالتأمين إذا كان مع دعاء الإمام في القنوت ونحو ذلك؟ كذلك من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة التأمين على الدعاء. نعم. فإذا صار واحد يدعو والآخر يؤمن فإن هذا من أسباب الإجابة، ولهذا شرع لنا بعد قراءة الفاتحة أن نقول آمين، لأن الفاتحة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا قرأها المسلم في صلاته فإنه يؤمن على هذا الدعاء من أجل أن يستجاب له. فمن آداب الدعاء أيضا التأمين بعده بأن يقول آمين، سواء كان يدعو هو لنفسه أو كان أحد يدعو وهو يؤمن على دعائه. نعم. له أن يرفع صوته في هذا التأمين في حال دعاء مثل القنوت، في صلاة الجهر يرفع صوته به، وفي حالة السر يسر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يلاحظ أيضا رفع الصوت بالدعاء في الطواف بالنسبة للطائفين حول الكعبة وفي المسعى، فما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ هذا غلط وخطأ، رفع الصوت في الطواف هذا من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين، لأن هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم يرفعون أصواتهم بالدعاء في حالة الطواف، وإنما يدعو العبد سرا بينه وبين ربه، ولئلا يشوش على الطائفين من حوله. وأيضا ما يحصل من الدعاء الجماعي في أن شخصا يدعو ثم يدعو جماعة بدعائه ويرددون معه، هذا ليس من آداب الدعاء، وهذه صفة محدثة في الدعاء، فالذي يشرع أن كل إنسان يدعو لنفسه منفردا عن الآخرين بما تيسر له من أنواع الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في نهايتها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل، تقبلوا تحية زميلي مشعل الدهيش الذي سجلها لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.